فعلا لعب تمرين يا خالد، يعني اثبتت التجارب، بما ان نتفرج على الحضري، بما نتفرج على كل الناس تألقت وأدت. طبعا هي أدت من حته التمرين يعني. طبعا يا كابتن، زي ما بيقولوا اللي بيتمرن كويس هيجي في الماتش هيبقى كويس، مش بتتمرن مش اكيد، ممكن تبقى كويس وممكن تبقى وحش، بس هتبقى مش كويس اكتر. هي اللي بيتمرن كويس اكيد اللي واقف على رجله يعني. انت بتتكلم حضرتك على الحضري، الحضري من اكتر الناس اللي انا شفتها في حياتي بتتمرن كويس. يا ريت الناس كلها تاخد الحضري. انت حضرته فين، في المنتخب ولا فين؟ في الشرطه. الشرطه. وفي المنتخب لعبت معاه في المنتخب، وانا في الشرطه كان قعد مثلا 6 شهور يجي يتمرن معانا. 6 شهور شفته بيتمرن؟ اه طبعا. حاله خاصه؟ طبعا. جيم وملعب، كان فترتين يعني، ما كانش بيلعب اصلا في الدوري، وكان بيتمرن فترتين، فتره الصبح وفتره معانا في الملعب بالليل مع كابتن حلمي طولون. هو ما شاء الله السن كبير جدا زي ما احنا شايفين وبيلعب يعني، ما بيكبرش ده. اه يعني حتى لو وشه كان بيكبر، جسمه كان بيحل بيه. الحضري وهو بيبطل وصل في كاس الامم لميزان ما وصلوش في حياته. لا هو بيتحدى نفسه يا كابتن، ما شاء الله عليه. اصرار برضو، الكرة اصرار، وربنا بيدي دايما المجتهد. طبعا طبعا. يعني انت بتتكلم يا كابتن، يعني الحضري كام سنه دلوقتي ومبطل السنه اللي فاتت؟ 48 يعني اعتقد. لا يعني 46 او لا، الحضري 46 ازاي؟ 47 اه. طب يعني مبطل من سنتين يعني، ما حدش هيعملها دي، او ما حدش عملها من سنتين. من سنتين متين. انا ما جه معايا بساله، قلت له بطلت حضري، قال لي يعني حالا في الوقت المناسب. يعني هو لسه دلوقتي يعني هو بيقول بقى، انت تعرف له منين ده؟ انت عايزين نساله طيب هيلعب تاني ولا مش هيلعب؟ الحضري لحد السنه اللي فاتت كان في كلام يعني هيلعب، لا موجود مش موجود. هو بيتمرن دلوقتي، هو شغال، شكله عايز يلعب. بيتمرن. بيتمرن، انا شايفه كده بيتمرن. هو من وجهه نظر خالد، الحاله اللي عاش فيها الحضري عمره كله بالوضع ده، ممكن يجي في فتره من الفترات يقف، ولا خلاص سن التمرين ده اسلوب حياه يعني؟ اكيد هيجي في فتره بس هو التمرين يا كابتن يعني، زي ما انت حضرتك كنت جايب مستر برادلي، انت بتقول بيتمرن لحد دلوقتي، هو كام سنه؟ انا ما اعرفش هو كام سنه. حاجه و60 اكيد. الحضري من النوعيه دي انه ممكن يفضل يتمرن لحد السن ده. بس هي بتبقى يعني جواك انت عايز ايه يعني. انت بتشوف مثلا بتروح اي جيم بتلاقي اللي هم الاجانب بتلاقيهم 60 و70 سنه تلاقيهم بيتمرنوا. هو الحضري من النوعيه اللي هي ممكن تتمرن لحد السن ده.